أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار. أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال. حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الراء. كذا يكون شكل حرف الراء. انظروا إليه جيداً. سوف أقوم الآن بقراءة الكلمات التي يوجد فيها حرف الراء. انتبهوا جيداً إلى هذه الكلمات. رو 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 رمان. هذه صورة رمان. انتبهوا الآن إلى هذه الكلمات أيضا بحرف الراء. ريشة ري ريشة. ر رأس. رو ركبة. روبوت.